فني جميل. من ضمن الفنانين في الجيل الحالي اللي من عشاق الرياضة ومتفوقين فيها الفنان محمد لطفي اللي منورنا من خلال التليفون. يا لطفي صباح الفل عليك وأهلا بيك. صباح الخير يا كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ حياتي. ألو، صباح الخير على حضرتك، بس هو الصوت واطي شوية، يعني عايزين قوة الفيديو اللي شفناه والتمرين. طب كده الصوت كويس؟ يعني أفضل شوية، أفضل شوية. صباح الفل عليك، وبنتكلم عن الرياضة وعن عشق الفنانين والنجوم للرياضة، وطبعا ما ينفعش نتكلم بالعنوان ده من غير ما تكون معانا على التليفون. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كابتن كريم، ازيك يا بطل؟ أنت في نادي الأهلي بقى لازم تبقى كابتن، وكلمة بطل دي دائما وسط الأوقات الرياضية المستمرة. خليني اروح مع حضرتك كده، احنا الفيديو اللي عرضناه ده مش اول مره نعرض لحضرتك يعني فيديو وحضرتك بتمارس الرياضه، لكن يعني معروف عن حضرتك حبك للرياضه ودايما حريص انك تروح الجيم، ويمكن بنعرضه مره تانية. هو هنا بقى استغرق المده قد ايه يا استاذ محمد؟ يعني عايزين نعرف. بصي، هو انا مش محب رياضه، انا كنت ملاكم، أنا كنت ملاكم وكنت لاعب فريق القومي العسكري، وأنا يعني كان عندي لياقة عالية جدا وكنت بشترك. ومازال يا كابتن لطفي مازال كتير. فجيت لما كنت بشتغل، فيعني طبعا اشتغلت بقيت بتمرن بنفس الكفاءة، بس دايما الرياضي تلاقيه لو ما اتمرنش يحصل له حاجة، يحصل خلل. صحيح. فبحب اواظب، احيانا بتشغل وببعد شويه ووزني يزيد سنه، بس ما بقدرش يعني ابعد خالص، فعلى طول دايما مستمر في التمرين. والملاكمه بالذات لعبه صعبه جدا وعنيفه جدا، وبتعمل لياقه بدنيه قويه جدا، فيعني هي فيا يعني أنا في متشكله معايا، يعني من عندي 13 سنه لحد ما بطلت بوكس وانا عندي 27 سنه او 28 أيوة. سنه كنت يعني بتمرن، فتكونت معايا التمارين والرياضه ما شاء الله. بس ربع ساعه من تمرين شاق بالشكل ده مش حاجه سهله، انت قعدت ربع ساعه كامله بتأدي التمرين ده. عملت الاول كنت ببدا بدقيقتين وبعدين ثلاث دقائق، انا دايما نفسي العادي كملاكم ثلاث دقائق اللي هو زمن الجوله، ممكن الواحد يقدر يتحايل على نفسه باي شكل نعمل الثلاث دقائق، فانا اخترقتهم وعملت خمس دقائق اللي هم المره اللي فاتت، وبعدين عملت تسع دقائق، وبعدين تجرأت وعملت 11 دقيقه، وبعدين عملت 13 دقيقه الا، وبعد كده رحت عامل 15 دقيقه. بس طبعا ده ما كانش يوم واحد، ده يعني طبعا ايام وساعات من التدريب خلال مثلا ثلاث شهور او شهرين ونص. انا واحد من الناس شاهد على اهتمامك وعلى حرصك على ممارسه الرياضه، كنت بتكلم في الحلقه اللي فاتت او مش فاكر اللي فاتت ولا اللي قبلها، كنت بتكلم ان انا ليا ذكرى معاك لما كنت وما كنا سوا في الاردن، وكنت عايز تصحى الساعه 6 الصبح في صباح رمضاني عشان تنزل الجيم في الفندق، وحاولت تقنعني. انا فاكر كل التفاصيل دي. قعدت اقول لك يلا يا كريم احنا هنقعد نعمل ايه هنا، تعالى بس. على كل حال قررنا تقريبا استاذ محمد، احنا عايزين نتفق مع حضرتك على حاجه بقى، وانا بحب دايما استغل المداخلات اللي بتبقى معانا. لو حضرتك تنسق وننسق معاك وفريق الاعداد ان احنا نروح معاك نتمرن، نصور مره تقرير واحنا كلنا بنمارس رياضه، وهنجيب كريم. لا نصور معاه تقرير بس ما نمارسش مع محمد لطفي رياضه. ما نمارسش مع محمد لطفي رياضه. الوحيده ان انا احرق كريم على الهواء كده. خلاص ننسقها ونشوف مع حضرتك امتى الوقت المناسب. ازاي اقول لك انا جبت اللبس الرياضه وكل حاجه ونسي الجزمه بتاعت الجزمه؟ لا لا ان شاء الله ننسقها مع حضرتك، يبقى شيء يسعدنا جدا. الفنان الكبير محمد لطفي نشكرك يا فندم. دورتنا دورتنا وسعدتنا، ومبسوط بالمكالمه دي، وانا كريم ده اخويا يعني حبيبي يا دكتور. حبيبي والله، القلوب عند بعضها زمان قوي يعني من قبل الشهره، احنا الاثنين واحنا نعرف بعض، فانا بحييكم وبشكرك طبعا، وتحياتي للنادي الاهلي وكل جمهور الاهلي. اقول له حاجه بس قبل ما نقفل معاك يا لطفي، لو تسمح لنا ضيفنا العزيز كان عايز يسالك سؤال. استاذ محمد صادق، انا اسف فنان، انا عايز اقول على موقف جميل محترم
من فنان جميل ابن بلد بيحب الناس كلها. كنت حضرتك جيت عندنا صورت في نادي الدرب الاحمر ايام فيلم كابوريا مع الفنان احمد زكي الفنان الجميل. ايوه طبعا كابتن امام فهمي، ما انا كنت بلعب في الدرب الاحمر. ايوه انا من الدرب الاحمر وكنا مبسوطين وقاعدين بنسقف لحضرتك وبنحييك وانت بتصور. ذاكر موقفك معانا كابن بلد، كنت بتاخدنا وكنت زعلان ان احنا بنقعد نصرخ ونقعد نسقف، وكنت على طول رد فعلك جميل معانا. فانا عايز اقول ان حضرتك شخصيه جميله جدا. صحيح. يعني شوف فين بقاله كام سنه يعني راح لاحمد زكي وكان هما كان استاذ محمد كان لسه بادئ في التمثيل وكده، وازاي كان بيحتوينا وما كانش بيزعل مننا في نادي الدرب الاحمر اللي هو جنب بابط المتولي بتاع البوكس وبتاع كمال الاجسام. انا عاجبني جدا يعني حضرتك مفيش حاجه نسيها. لا. يعني حتى الذكريات احنا قعدنا نسقف وقلنا هيزعقلنا بقى، كنا عيال صغيره. محمد لطفي من اجمل البني ادمين اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك، وبعدين اخلاقه عاليه جدا. يعني معظم الرياضيين بتلاقي دايما عندهم اخلاق عاليه جدا.